عجبك العمال اللي عملتها امك؟ سامحني يا حبيبي، والله لو ما كنتش شفتها بعناية ما كنتش صدقتك. شفتها كانت ماشيه بالتاكسي ازاي؟ انت كنت عايزه تموتك. كان نفسي اموتك لكن البنت معاك ما قدرتش. سامعه؟ ليه؟ بس والنبي يا ماما عشان خاطرها. يا ناري، كان نفسي اظهر لك لوحدك عشان اجننك، لكن من خوفي عليكي اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليكي اللي بتعملي ده، ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعده عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. جاتك خيبه؟ تحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقل، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى، واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى التراوه كده ليه؟ انا حاسس بتراوه. وليه انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ اهدى غسيل كويسي. لا كده اعطس بقى وكده احكي. باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونه. انت الهدوء يا وليه، انت ما صحش يا حبيبي. خليك كده خالي يا وليه، هات الهدوء وبلاش هدوء. اضرب فيك العيد ما بالك صح. يا خدتك يا لو دومي يا لو دومي يا حي المعود يا ولدي، انت هاني بقول لك هاني بقول لك بدون احنا مش هتخلف. هاي عبد الله فيك غلط ما بالك صح. ايه بس ايه بس ايه، انت زعلت يا حبيبي؟ عبد البرج انت البرج يروح. باي باي جود باي باي باي. الحمام جرحة وطلعي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. ايه يا الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعة. اوعى حد يقربني. اوعى حد. طب طلعوا الستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجة. المسألة هتتكشف. اوعى ايه يا سيد؟ سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاسك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع، وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده، مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما تبص تلاقي هي طالعه في قلب. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم.
الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست الاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفني قدامه وقعد يهزق فيا ده الكلام ده؟ يخرب بيتك هما سابوك تاني؟ انت عايزه مني ايه يا ولية هزرع؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جرال اي حاجه انا هموت نفسي. اخد عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحتيه شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحتيه. حقك عليا يا ست، انا غلطان. هاتي راسك ابص. اوعى شيل ايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا ليلادي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع. عشان ثلاثة. في حد جاي مع سكتك؟ هو موجود معانا. ما... ايوه مش موجود. موجود. اتفضل. اتفضل يا حماد. لا انا هقعد على الكرسي ده. ايه؟ بص لي كده ليه؟ لا بص لك على ايه يعني؟ شرب ايه يا حماد؟ تاخدي ويسكي ولا جبنه خروف؟ واظرف واضعص حما في الدنيا. اخد عمرك. هتلاقيها سامعه؟ تحديد سامعه رقه ماما وظرفها وخفه دمها. بقولك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع، فرخه محمره بس مش من بتوع الجمعيه، انا عارفاهم، فرخه بلدي من اللي امك مربياهم. هتلاقيها مكرونه سباكيتي وفرخه بلدي من اللي امك مربياهم. نعم. وهتلاقيها بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. احنا بقى جاب لنا اثنين شوربه فراخ من اللي امك مش مربياهم، وبعدين بقى واثنين اسكالوب بانيه من اللي ابوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي، هقلب عليكوا غم هنا بقى. تحت امرك. يلا منوره يا حماد. مالكش داعي. سباكيتي والفراخ بتاعت امي. احطها فين؟ ايوه هنا يا ابن المرضوح. اتفضل. دي اللي امك مربياها؟ دي مراتك اللي مربياها. اكلك منين عيني يا فرخ؟ اكلك منين؟ اتفضل شيك شغلك. اتفضل. اعوذ بالله. اجيب لك تحت بصل يا حمادي ولا تهدي بابا غنوب؟ اما افترض بس استنى بس ترك حته يا بنت.
انا لا عايز اعرف في حاجه. برقص مع حماتك؟ يا ايه؟ واحد برقص مع حماتك ممنوع. ترقص مع حماتك؟ ايوه. هي فين دي حماتك اللي ترقص معاها دي؟ هتعرفني بيها كمان. استاذ ويليام مدير الاوتيل حماتي. لا احنا صعايده بقى، ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد. تاخد كام يا ولية؟ الحقيقة يا ولية. مبسوطة سيفتي؟ معلش نشوف لنا اي لوكاندا تاني. مش ممكن، المرة دي جت سليمة وطردونا من لوكاندا، المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يسلمك بعقلك، اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح، وساعتها حلاقي ألف حلال. استريحتي؟ أوي. ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى أنا مطمنة أوي إن مفيش حاجة هتحصل. تصبح على خير يا حبيبتي. وأنت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده؟ هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكل على الله. يلا اهدى، انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده في بيت ابوك يا ست؟ انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكر وتلاقيه حكايتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحمل يا حبيبي. انا هفرح. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما، لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما، تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكس. الله يرحم ايام ما كنا من الشعب الدكتورماي. سامعه؟ تاكس تاكس. اتفضل يا ست هانم. فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزاه للوكاندا يا ست هانم؟ بقول تحب تطلعي لاجل الوكاندا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي تاكس 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 تاكس. حاسب يا اسطى. اتفضلي.